السلام عليكم ومرحبا بكم في خفيف ظريف مع ياسمين. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نحضروا مع بعض كيش بطريقه سهله وبحشو ثاني نقدروا نقولوا عليه اقتصادي وسهل. الوصفه الثانيه رايحه تكون جو ولا شربات ثاني تجيب بزاف بنينه منعشه، وهذا واش يوالم في هذا الشهر الفضيل. ونروحوا مباشره للمقادير تاع الكيش. عندي لهنايا العجينه فارينه 125 غرام تاع المارغارين تكون طريه، زوج مغارف كبار تاع الزيت، زوج مغارف كبار تاع الماء، وحبه تاع البيض كامله، وبلا ما ننساو الملح. بالنسبه للفخس عندي لهنايا صدر تاع دجاج كنت طيبته ديجا من قبل، من بعد نمد لكم كيفاش درتو. وعندي الحشو الثاني، عندي بصل تقريبا جوج حبات كبار تاع بصل مقطعين شرائح، عندي ثاني نص حبه فلفل كبيره مقطعه مكعبات صغيره، وعندي ملح فلفل كحل شوكسبر بودره، شويه تاع الكمون توابل الدجاج، وشويه تاع ثوم بودره وفص تاع ثوم. عندي هنايا جبن مبشور، عندي معدنوس، عندي زيتون خضر مقطع، وهنايا كنت نحيت له الملح. اذا عندكم الوقت ديروها في الماء وكل شويه بدلوا له الماء جوج خطرات ثلاثه حتى تروح له الملح. اذا ما عندكش الوقت غليه مره واحده. بالنسبه لاباغايا كيش نحتاجو 25 مللتر تاع كريمه طازجه، ونص كاس تاع الحليب، وثلاث حبات تاع البيض، شويه تاع الملح، شويه فلفل كحل، وعندي هنايا زعتره باش من بعد نديروها فوق لافخس. ونروحوا مباشره لطريقه تحضير الحشو. عندي في مقله ديروا شويه تاع الزيت، كيما شفتوا بعد ما درت الزيت وخليته سخن شويه ضفت عليه البصل، وهنايا نخليه يتقلى حتى يبدا يتحمر هذاك البصل باش نضيفوا عليه الفلفل. بيد ما خليت لافاخس طيب نروح نوجدوا لافات. عندي 125 غرام تاع المارغارين، عندي زوج مغارف كبار تاع الزيت، حبه بيض، هنايا خلطت المارغارين مع الزيت مع البيض حتى ولات كريمه. هنايا واش راني راح ندير؟ ندير كميه من الفارينه، نزيد ندير شويه تاع الملح ونخلطهم. قد ما تكون المارغارين ديالكم طريه قد ما راهي رايحه تساعدكم في الخدمه، يعني من الاحسن تستعملوا يدكم هكا تعرفوا القوام تاع العجينه. هنايا نزيد لها زوج مغارف كبار تاع الماء ونكمل نخلط العجينه بيدي باش نشوف اسكو نزيد لها الفارينه ولا لا. هاي الكلابات ديالي بعد ما طميتها بالفارينه كما راكم تشوفوا تحصلت على عجينه طريه خفيفه وما تلصقش في اليد. هنايا نغطيها ونخليها في الكونجيلاتور تبرد بيد ما نروحو نكملو نوجدو لافخس. كيما شفتو بعد ما تحمر البصل زدت عليه الفلفل، من بعد زدت عليه توابل. هنايا كيما راهم نغطيهم ونخليهم يكملو الطياب، يعني هذاك الفلفل يطيب وماشي حتى يذوب، غير تشوفوه طاب طفيو عليه النار. هنايا نروحو نحضرو لاباغايا كيش اللي نحتاجو فيها ثلاث حبات بيض، ندير عليهم 25 مليلتر كريمة طازجة، اللي ما عندهاش تقدر دير زوج بايط ياوخت ناتشور، مع نص كاس تاع الحليب، شوية ملح، شوية فلفل كحل،
من بعد نكملو باقي المراحل. بعد ما ريحت العجينه ديالي 5 دقائق في الفريجيدار، جبدتها حليتها فوق البابي كويسون، يعني حليتها على سمك 3-4 مليمتر. من بعد درتها في هذا المول مدور، تقدروا ديروا اي مول كان عندكم. من بعد تقبتها كامل بالفرشيطه حتى الاطراف تاني، تقبتهم بالفرشيطه ودرتهم داخل درتها داخل الكونجيلاتور، ريحت حتى تشوفوها بلي بردت مليح، يعني حكمت روحها تقريبا 15 دقيقه هكذاك. لهنا نبداو نديرو في الفرماج هو الاول. بالنسبه لافاس تقدروا ديروا اللي حبيتو، كاين اللي تحب دير فيون داشي. يعني لافاس تاع اليوم تجي بزاف خفيفه وبزاف بنينه، يعني خفيفه ظريفه. الصدر تاع الدجاج قطعته مكعبات صغيره حتى تحصلوا على هذه النتيجه. كما راكم تشوفوا راهو طايب مليح. حتى اذا كان بقى لكم دجاج محمر، يعني تكونوا درتوا ديجا دجاج محمر ويبقى لكم، تقدروا ديروه ثاني يجي بزاف بنين. هنايا رايحه نزيد شويه تاع الزعتره، غير شويه، تقدروا ثاني تزيدوا الاعشاب العطريه، دير شويه تاع المعدنوس. اللي ما تحبش المعدنوس تقدر تستغنى عليه. في هاد المرحله رايحين نديرو لا باغايا كيش. جبن مبشور، تقدروا تستعملوا اي نوعيه كانت عندكم. لاكيش ديالي راهي واجده هنايا كيما راهي، ندخلها للفور طيب. كنت سخنت الفور ديالي من قبل على درجه حراره 200، نشعلها غير من تحت بعد ما تشوفوا الاطراف تاع العجينه حمارو، ثم زيدوا شعلوا لها من فوق وزيدوا خلوها تحمر. بيد ما لاكيش راهي طيب، دوكا انا رايحين نوجدوا الشربات ولا العصير. عندي هنايا كاس جو تاع تشينا، كاس جو تاع القارص، عندي كاس تاع السكر، عندي هنايا ربطه تاع نعناع كنت قطعتها رقيق، وعندي مغرفه كبيره مبشور القارص، وعندي نص مغرفه كبيره عطر شمينغو، وعندي لتره تاع الماء. هنا كيما راهين دخلها داخل الفريجيدار وخلوها ترتاح. قد ما تخلوها ترتاح قد ما مليح. اذا كان عندكم الوقت تقدروا ديروها في الليل، وغدوه من ذاك تقدروا تزيدوا لها الماء وتقدموها. انا كيما راهي راني رايحه نخليها تقريبا 3 سوايع، من بعد نزيد لها الماء. بعد ما خليت الشربات ديالي بردت مليح وهذاك النعناع طلق كامل الكو ديالو، لتما زدت عليها ريتله تاع الماء وصفيتها. وهذه هي، يعني قدمتها مع شويه تاع لي غلاسون وشرائح تاع البرتقال ولاكيش ديالي. هذه هي بعد ما طابت. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات اللي كنا حضرناها مع بعض اليوم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم استناوني في وصفات خفيفه ظريفه وبزاف بنينه. صحه فطوركم، صحه سحوركم، وسلام.